بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مهيد للسياحة والسفر في آسيا. نحن في جزيرة لانكاوي، نصور فندق أندمان بيتش. صور غرفة من نوع إكزيكتيف بول سويت. طبعا السويت هذا تكون من صالة، هذه الصالة فيها أريكة فروش مع التلفاز مع طاولة الطعام. عندنا هنا صانع القهوة مع الماء. طبعا الفندق هذا فندق 5 نجوم، ممتاز جدا. هذه غرفة النوم، كما نشاهد غرفة النوم واسعة جدا. فندق راقي جدا. هذا النوع من السويت نصح به لشهر العسل، لطالبين الفخامة من الفنادق. فندق أندمان يعتبر أحد الخيارات الراقية والفخمة جدا. طبعا هذه هي غرفة النوم، وهذا الحمام الداخلي، لأنه يوجد دورتين مياه، هذه الأولى مع الباث اللي هو البانيو. طبعا فندق نظيف جدا جدا، لاحظ السيراميك والترتيب فيه حاجة راقية جدا. طبعا السويت يأتي مع مسبح خاص، الآن بوريكم المسبح. وتكون إطلالة المسبح على الحديقة وعلى البحر، بإمكانك رؤية البحر من هنا. طبعا هذه القعدات، وهذه هو وهذا هو المسبح عفوا. مثل ما نشاهد الآن المسبح كأنه مكشوف على الحديقة، بس تستطيع انك تقفل المسبح بهذه الستائر ويكون خاص جدا وبرايفت، ما حد يقدر يشوف الى داخل السويت تماما. هذه كلها الستائر تغطي السويت بالكامل، تغطي السويت بالكامل، وبالإمكان النزول إلى الشاطئ من هنا، من غرفة مباشرة. وهنا عندنا الشاطئ كما نشاهد الآن، هذا هو الشاطئ. طبعا فندق رائع جدا لمحبين الهدوء والاسترخاء، هذا بيكون احد الخيارات الممتازة جدا. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا. هي ايضا معنا دورة المياه الاخرى اللي بتكون خارج في الصالة. هذه تأتي ايضا مع الشطاف. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا، جزيرة لانكاوي، فندق أندمان.